عشية حلول الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير، أغلقت المحلات التجارية أبوابها في البحرين ضمن خطوات ثاني أيام العصيان المدني الذي دعت له القوى الثورية المعارضة. مناطق عدة شهدت توقفا في الحياة التجارية، ومنها جزيرة سترة وعالي والسنابس والديه والمعامير، بالإضافة إلى كافة البلدات الواقعة على امتداد شارع البديع. العديد من البلدات البحرانية شهدت مسيرات ليلية ضمن فعالية عصيان النمر، ومنها بلدات سلماباد وكرباباد وأبو صيبع والشاخورة وباربار والديه والسهلة الجنوبية، كما شهدت بلدة النويدرات اشتباكات بين متظاهرين وقوات النظام أطلقت خلالها تلك القوات القنابل الغازية والمسيلة للدموع باتجاههم. حضور البحرانيين في ساحات المواجهة مع النظام وبعد مرور 5 سنوات على الثورة تأكيد على أن الثورة مستمرة ولن يخمد لهيبها، برغم القمع الخليفي والدعم السعودي والغربي الذي يحظى به هذا النظام الذي فشل، وبرغم كل ذلك في إخماد صوت الثورة الهادر والمنادي بإسقاط حكم هذه العائلة الفاسدة.